أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من تواصل لتساقط الأمطار التي تكون معتبرة إن شاء الله على شكل زخات رعدية خلال يوم الغد تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات والهضاب. حتى الثلوج إن شاء الله ستتساقط على المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية التي يزيد علوها 1000 إلى غاية 1200 متر. بالجنوب فالأجواء تبقى مستقرة، عاد السحب النوع العالي ستنتشر على شمال الصحراء كذلك مناطق الجنوب الغربي مع زوايا عمليه ستنشط بكثره على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الشرقي. فالدرجات خلال هذه الليله على المرتفعات الداخليه الغربيه 10 درجات على العاصمه، 12 درجه على بشار، 18 درجه على تمن راست، لتقارب 24 درجه على اقصى الجنوب. اما خلال ظهيره الغد درجه الحراره القصوى في تراجع، طقس بارد تقريبا على كافه المناطق الشماليه خاصه المرتفعات والهضاب، 10 درجات فقط على تيارة المشيرين عامه والبيض، تصل لغاية 14 درجة على العاصمة قسنطينة، قلمميلة، خنشلة، سوق هراس، 26 درجة على بشار، 31 درجة على تندوف، 33 درجة على تمن راست، طقس حار سيوميس أقصى الجنوب لتقارب 39 درجة. نظرا لانخفاض في الضغط الجوي على حوض المتوسط خلال يوم الغد بحر هائج تقريبا على كافة السواحل، حتى الرياح ستشتد تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة. حول الطقس على وقت غروب الشمس ليوم الغد الفاتح من شهر أفريل إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 17 دقائق. ولا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.